أنا أعتقد إحنا مقبلين على مرحلة جديدة. هل انتهت المرحلة الأولى اللي هي مرحلة مكافحة داعش أم لا؟ هذا ما سيتبين في المرحلة القادمة، خاصة وإن يعني اختفاء رايات ومواقع للميليشيات راح يشكل ربما بنظر الميليشيات فراغ، وهم بالنسبة لهم المعادلة تقول إما سلاحنا أو ترجع داعش، فهذا راح يفتح مجال هل ستعود داعش أم لا، هذا سيبقى تحدي. فإحنا دا نتكلم عن تغير السياسة الأمريكية اللي تمر الآن بما يلي. أولاً طبعاً أول شيء التعثر في مسقط في المفاوضات. نعم. المفاوضات بين الولايات المتحدة وبين إيران وهي غير مباشرة بواسطة العمانيين متعثرة جداً. نعم. والتعثر الجدي في توقيتات صعبة، يعني أنا أنتظر 18/10 إيران ترفع عنها العقوبات إذا بقت الأمور كما هي عليه الآن باعتبار انتهى مفعول الاتفاق مال 2015. فلو يتفقون، لو تروح نيران إيران الطق يمنى ويسرى، وخاصة في لبنان إحنا هنا راح نقول هل ستكون في العراق أم لا. يبدو أن الولايات المتحدة من استراتيجيتها الآن بعد تعثر اللي يصير في مسقط، أول شيء الولايات المتحدة ما تريد فوضى، تريد تفاوض مع إيران أولا، ثانيا إيران ما قاعد تستجيب، قاعد تزعد وفود، عدة وفود كل وفد يجي شكل. يابا ترى أحمديان جاء وشمخاني راح، هل اختلف المشهد؟ هل أنتم خايفين على الداخل؟ هل خايفين على الخارج؟ ثلاثة، أمريكا فصلت الملف السوري عن مسقط مهمة تتطابق أو تتناغم مع الكلام يقول الجماعة رايحين على تغيير قواعد الاشتباك مع روسيا في سوريا أو مع إيران في سوريا أو مع بشار في سوريا. وهذا بعدة نقاط الحقيقة، هذا هاي النقطة في هذا الم...